السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد لربح حمية البيتكوين، والدفع بيكون على المحافظ الوسيطة، ونحن رح نقوم بعملية السحب والشغل بهذا الموقع على محفظة الفوسيت بي. طبعا الموقع جدا ممتاز، سعر مشاهدة الاعلان فيه بين 15 ل 20 ساتوشي، وهذا شيء كثير كويس. حد السحب حوالي 1000 ساتوشي فقط لا غير، وهذا الشيء كثير كويس. يعني في ايجابيات كثير كويسه بالموقع، في سلبيه صغيره بنحكيها كمان بسياق الحديث، لكن نحن بنلتزم بالايجابيات ورح نسحب منه ان شاء الله بكل امان وسهوله. طريقه تسجيل بالموقع، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل رح تلاقيها بصندوق الوصف، طبعا هو لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره. الموقع عليه حمايه لحتى تفوت عليه اول مره، في كباتشه صغيره بس بتحلها. تمام اصدقائي، بعد ما تحل الكاباتشا بتفتح معك صفحة الموقع، بتروح على كلمة ساين اب هاي بالأحمر بالزاوية، بتضغط عليها هيك وبتعبي هاي المعلومات. أول شيء بتحط هون نيم يعني الاسم المستخدم، ثاني شيء بتحط الإيميل، بيقول لك الموقع دو نوت يوز هوت ميل لايف أوتلوك إيميل، يعني لا تستخدم الهوت ميل، ما راح يوصلك رسالة تفعيل، الموقع بتطلب رسالة تفعيل، مشان هيك لازم تحط جيميل أخي الكريم، بتحط الإيميل الخاص فيك، لازم يكون جيميل مثل ما اتفقنا، بتحط الباسورد، بتعيد الباسورد وبتختار البلد اللي انت فيه، بروح بتضغط على كلمة ريجستر، بيكون صار عندك حساب الموقع، رح يبعث لك رسالة 100% على بريدك الالكتروني اللي انت سجلت فيه مثل ما قلنا. وبنعيد، ما بتحط هوت ميل او ياهو او اي شيء، حط جيميل مشان يوصلك رسالة التفعيل، رح تلاقيها بالبريد العشوائي او الرسائل غير مرغوب فيها، كل ما عليك انك تضغط عليها وبتفعل حسابك وبكون صار جاهز للسحب وللربح من الموقع. طبعا حتى بعملية السحب الموقع بيتطلب تأكيد عن طريق الايميل مشان تكون عندك هاي الفكرة. بعد ما تسجل بالموقع وتأكد حسابك، عندك واجهة الموقع هاي هيك من الداخل، جدا سهلة. الموقع فيه مجموعة من الإعلانات كويسة بتربحك بشكل كثير كويس. طيب إذا شفنا نحن الموقع فيه بيمنت بروف، إثباتات الدفع، في مئات إثباتات الدفع، شايفين أصدقائي صفحات 400 صفحة من إثباتات الدفع، اليوم 6 الشهر 6 6، شايفين أصدقائي الموقع مدفع بشكل كويس. حد أدنى للسحب هو 1000 ساتوشي تقريبا، يعني كثير سهل الوصول إليه بحسب قيمة هاي الإعلانات. كل ما عليك إنك تروح على كلمة فيو أدز، تضغط عليها هيك، في عندك مجموعتين من الإعلانات، شايفين أصدقائي هاي المجموعة الأولى 17 إعلان قيمتهم 148 ساتوشي، وهي المجموعة الثانية في إعلانين قيمتهم 26 ساتوشي، طبعا المتجددين على مدار النهار، يعني أنت كل ما فتت بتلاقي إعلانات جديدة ممكن تكسب منها. كل ما عليك تضغط على كلمة فيو أدز، بيحدد لك مجموعة الإعلانات، مثلا هذا الإعلان 60 ثانية ب 20 ساتوشي، بتضغط عليه هيك وبتنطر يفتح الصفحة هو لحاله، فتح لك صفحة لحالها على جنب. شايفين أصدقائي بيفتح لك مع كباتشا بالأساس، بتنطر 56 ثانية 55 ثانية ليخلصوا، طبعا ما راح نطركم معي، بعدين بتحل الكباتشا وبنتابع معكم الفيديو. بس تقرب بعدد الثواني تخلص، انا بحل الكباتشا مشان ما اضطر حلها مرتين، هيك بحلها مره وحده، بيفتح معي الكونفيرم تحت، طبعا بترك الصفحه اللي فتحناها مفتوحه لحتى احل كل شيء. شايفين اصدقائي بضغط على كلمه كونفيرم، الموقع هلا راح يضيف لي 20 ساتوشي، شايفين اصدقائي 20 ساتوشي كريتد يور بالانس، يعني انضافوا لحسابي، شايفين اصدقائي هون زاد رصيدي بالموقع مثل ما ملاحظين. طيب هاي الطريقة الأولى مشاهدة الإعلان، الطريقة الثانية نفس الشيء لكن بيفتح الإعلان بصفحة ثانية وبيعطيك عدادة ونفس القصص، ما في داعي نشرحها، جدا سهلة. في شغلة لازم نحكي عنها، كيف نضيف هلا رابط محفظة الفوسيت بي. كل ما عليك إنك تروح على كلمة مثلا أنت اللي مسجل فيها اسم المستخدم، تروح تحت على كلمة سيتينج وتضغط عليها هيك، شايفين أصدقائي بتختار فوسيت بي أدريس، طبعا الموقع بيدفع كمان على الإكسبرس كريبتو، وهذا شيء كثير كويس، بيدفع على محافظ نظامية، لكن حد السحب على المحافظ النظامية جدا عالي، فأنت التزم بالفوسيت بي. إذا حابب تسحب إكسبرس كريبتو ما في أي مشكلة، كمان إكسبرس كريبتو محفظة بسيطة جدا ضخمة وعملاقة، لكن أنا حاليا أستخدم فوسيت بي بشكل أكبر قليلا، يعني إذا بيكون معي الخيارين أنا بختار الفوسيت بي، بسحب فوسيت بي. عندي خيار إكسبرس كريبتو بيكون لحاله، بسحب إكسبرس كريبتو، كويس إكسبرس كريبتو قديمة جدا اكسبريس كريبتو من قبل الفوسيت هوب حتى. تمام اصدقائي، بجي لهون بحط رابط المحفظة الخاص فيي، انا هون بجيبه من الفوسيت بي، بروح على الديبوزايت، بختار البيتكوين، بحفظ بداية رابط المحفظة ونهايته مشان ما يصير عندي اي خطأ، بحطه بهي الخانة، بضغط على كلمة ابديت اكونت، بعدها رح يبعث لك رسالة على الايميل اللي انت سجلت فيه. لازم انت اصدقائي تحفظوا المعلومات تبعكم، تجيبوا نوت او دفتر، تكتب انت كل موقع شو سجلت الايميل فيه، شو اسم المستخدم، شو الباسورد، عشان يسهل عليك العمل.
تمام، بيجيك رسالة على البريد الإلكتروني أنت سجلت فيه، فيها كود تاخده كوبي بتحطه، مثلا بيفتح لك خانة صغيرة هون بتحط الكود فيه وبتضغط على كلمة كونفيرم أو أبديت أكاونت، بيكون أضاف لك الحساب وصار فيك هيك تسحب على الفوشيت باي. تمام أخي الكريم، في شغلة تانية لازم نحكيها كمان، هي رابط الإحالة بتلاقيها من الريفيريلز هيك، مثلا هذا رابط الإحالة الخاص بي أنا بوزعه لأصدقائي، أنا بستفاد وهني كمان بيستفادوا. أنت أخي الكريم بتعمل نفس الفكرة، بتستفاد أنت وأصدقائك اللي بتدعيهم عن طريق الواتساب، عن طريق أنت اجتهد على مجال دعوة الناس يعني لهيك مواقع، وهذا شيء بيفيدك وبيفيدوا أنت كمان. لازم نحكي على شغلة، الموقع فيه شيء اسمه خطط، لكن أنت بتأكس على هاي الخطط، بيعطيه هو من الاساس. يعني الشغل اللي اشتغلناه نحن كله مجاني، في شيء اسمه خطط مثلا بابولر والماسي وما بعرف شو، شايفين اصدقائي هدول بدك تدفع عليهم مصاري، فهدول بتاكس عليهم. بنشتغل على المجاني، نحن المجاني ما بده اي شيء، مثل ما كنا بنشتغل نحن بنشاهد الاعلانات وخلصت القصه، هدول القصص هاي بتاكس عليها. وانا بقول لك دائما اخي الكريم ما بتدفع فرنك على هاي المواقع، دائما بتسحب. طبعا الموقع جدا كويس ورح يستمر فتره طويله، ما نو يعني هو ما نو بالاساس موقع استثماري، لكن بيعطيك هاي الخدمه اذا بدك، فانت بتاكس على هاي الخدمات وبتشتغل على الشيء المجاني. طيب هلا بدنا نقوم بعمليه السحب، بروح على شايفين البالانس اللي عندي، الرصيد 1626 ساتوشي، بروح بضغط على كلمه ويزدرو، بختار كلمة ويزدرو من هون مرة ثانية، بختار محفظة الفوسيت باي. شايفين أصدقائي فيني أسحب إكسبريس كريبتو، فيني أسحب على محافظ البيتكوين النظامي، لكن فوسيت باي حد الأدنى للسحب 1000 ساتوشي، وهذا شيء كتير سهل، ويعني الوصول إليه سهل والسحب بيكون أسرع وبدون أي ضرائب. بختار الفوسيت باي 1626 ساتوشي، بضغط على كلمة سبميت ريكويست، بضغط عليها هيك. شايفين اصدقائي الموقع بعث لي على الايميل اللي انا مسجل فيه كود، رح اجيب الكود وتابع معكم الفيديو. تمام اصدقائي، هيك بجيب الكود انا كوبي من الايميل الخاص فيه، بسكر الايميل ما في اي مشكله، برجع للموقع وبحط الكود بهاي الخانه وبضغط بعدها على كلمه فيريفاي كود مشان اكد انه انا بدي اقوم بعمليه السحب. شايفين اصدقائي هلا سجل لي عمليه السحب 6 جون، طبعا الموقع بياخذ عده ساعات لحتى يوصل السحب على المحفظه، بس يوصل السحب على محفظه الفوشت بي انا بتابع معكم الفيديو مشان نحكي شويه شغلات كمان عن الموقع. وصل السحب على محفظه الفوشت بي اصدقائي، شايفين هاي كومبليتد، يعني تم الدفع هون، هاي من الموقع وهي من الفوشت بي 1 اكس بي تي سي 1626 ساتوشي من عمله البيتكوين 6 جون حزيران، يعني وصل امبارح بالليل السحب. طبعا موقع جدا كويس، الربح منه كويس، بتعتمد على الشيء المجاني مثل ما شرحنا بالفيديو اصدقائي، ما بتحطوا ولا سنت ولا بنس على هذا الموقع، لكن بتستفادوا بشكل كامل. طبعا حاول جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذا الموقع بالفيديو، وبالتالي اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وتكتب كومنت، تحط لي في رايك بالتعليقات لانه رايك مهم جدا بالنسبه لي، وتشاهد المدونه الموجوده في صندوق الوصف، فيها عشرات المواقع الربحيه المجانيه، وتشترك بقناه التليجرام. وبما انه احنا على اليوتيوب لا تنسى اذا ما كنت مشترك تشترك اخي الكريم وتفعل زر الجرس تدعمنا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.